فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم التأمين للمأموم في الصلاة الجهرية، ومتى يكون واجبا ومتى يكون مندوبا، وهل يكون بعد تأمين الإمام، وكيف الجمع بين حديث إذا أمن فأمنوا وحديث إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين؟ تأمين سنة، تأمين الصلاة الجهرية بعد الفاتحة سنة للإمام وغيره، ويرفع الصوت به لأنه تأمين على الدعاء، لأن الفاتحة دعاء، كلها دعاء، أولها دعاء عبادة وآخرها دعاء مسألة، فيؤمن على هذا الدعاء العظيم الذي في الفاتحة، ويرفعون أصواتهم جميعا الإمام والمأمومون. إذا أمن فأمنوا، يعني أمنوا معه كفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. نعم.